يلا جاوب دوم وتدلل علي، يلا جاوب دوم وبشهر رمضان نعطيك الهدية، يلا جاوب دوم يلا جاوب انت وخذ الجائزة، سهلة عدلة مو عبالك معجزة، خلي نغني ونفرح الكل فائزة، خلي نغني ونفرح الكل فائزة، يا حلا بسامرة جمعتنا سوية، يلا جاوب دوم يلا جاوب دوم 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 جاوب علي. حلقة جديدة وجميلة من ليالي بغداد اللي نصورها بهذا المكان، وإن شاء الله هاي الحلقة مميزة وأحلى من الحلقات السابقة. ببدايتنا نقول لكم نسمعكم مربع بغدادي جميل الفنان حسين القيسي، شو راح يقول لصيام الكرام؟ حبيب قلبي حبيبي حبيبي. إمت عين الذي يطمع براضينا، 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 إمت عين الذي يطمع براضينا. احنا وكنا مرتاحين، الله ذول منين جونا يا الله مجنين، ذول منين جونا لبينا متحلفين يا ياب، لا عندهم رحم لا شرف ولا دين، لا عندهم رحم لا شرف ولا دين، احنا احفاد حيدر ما دروا بينا، عمت عين الذي يطمع براضينا، عمت عين الذي يطمع براضينا، عمت عين الذي يطمع براضينا. إن شاء الله تبقى العراق عصية على كل المعتدين، وعائلة جديدة ويانا تابعونا، تعال عيني ويانا امشي ويانا نشوف إن شاء الله هذا المكان الجميل، إن شاء الله عائلة كريمة بغدادية أصيلة هم وأطفالهم يشاركون ويانا، وإن شاء الله حلقتنا جميلة. السلام عليكم. السلام عليكم. شلون صحة؟ الحمد لله. أم من حضرتك؟ أم مروة. أم مروة اسمحي لنا نقعد يمك شوية. إيه نعم. الله يخليك. مروتي من اي مكان؟ بغداد. بغداد اي منطقه؟ زيونه. حسين من زيونه، شو نقولها؟ زيونه العزيزه شاركيها، يلا قولي رحب بيها. زيونه العزيزه شارك ويانا، وزيونه العزيزه شارك ويانا، وزيونه العزيزه شارك ويانا، وزيونه العزيزه انا وزيونا العزيزه شارك ويانا. ام مروه يا غاليه يا ورد، الله يخليك. الاكلات الرمضانيه اللي بتحبيها انت شخصيا في رمضان؟ هي اكثر شيء الشوربه. نعم معروفه هي. وبقيه النواشف عادي يعني. زين هاي بالفطور طبعا. زين بالسحور يسوين همي انا نواشف يعني يعني. زين ابو مروه يحب مثل ما تحبين انت؟
يعني الاكل ابو مروه زوجك شبيه يحب مثل ما تحبين انت الاكل؟ اي طبعا. يعني ما يقول لك لا لا، ما يقول لك هذا ما اريده وهذا اريده، لا لا مو متفقين على هالشيء. زين يعني. امنيتك للعراق الحبيب ان شاء الله مستقبلا؟ اهم شيء الامان. الامان هاي اهم شيء. بعد والخير على الكل. الله يخليك. ام مروه انت ربة بيت لو موظفه؟ لا والله ربة بيت. ربة بيت زين. ابو مروه شو يشتغل؟ اعمال حره يعني. اعمال حره زين. ام مروه عندنا حزوره من قناه سامره الفضائيه، تحجرين تاخذين جائزه؟ ما تحجرين قولي ما اعرف. ماشي. اكو شيء تشيلي بايدي اليمنى ما تشيلي باليسرى؟ شنو الشيء تشيلي باليمنى ما تشيلي باليسرى؟ واحد من يبدي ياكل باليمنى؟ لا مو هذا السؤال. ما تعرفين؟ لا لا ما اعرف. حجيه ما تعرف ليش؟ علموها. الحجية ما تعرف ليش علموها؟ أم مروة ما تعرف ليش علموها؟ أم مروة ما تعرف ليش علموها؟ أم مروة ألف شكر لك يا غالية. أهلا وسهلا بكم. شو تقولي لقناة سامرة؟ كل العلا بكم، نورتوا. يعني أتمنى للموفقية والنجاح. أكيد. شكرا جدا على مشاركتك ويانا. رمضان كريم عليك. عليكم أنا. شكرا جدا يا مروة. مع السلامة. مع السلامة. عيني وياي. السلام عليكم. السلام. شلون صحه؟ اهلا وسهلا. ام حضرتك؟ ام نبا. ام نبا ريام. ريام. ام رائد. ام رائد. ايه. قيس. قيس. ام رائد اسمحي لنا بجنب شويه. ام رائد حضرتك من بغداد؟ اي نعم. اي منطقه تو؟ بغداد جديده. بغداد جديده. وانت استاذي؟ ابني ابغاني بغداد. كلها ياكلكم سوا؟ اي نعم. ابو علاء شو يقول معاني؟ مين؟ بغداد جديده. بغداد جديده؟ ايه. بغداد الجديدة شارك ويانا، بغداد الجديدة شارك ويانا، وبرمضان هي شارك ويانا، وبغداد الجديدة شارك ويانا، وبغداد الجديدة شارك ويانا، وبرمضان هي شارك ويانا. يعني ما سألنا شو اسمك حبيبتي؟ نبا. نبا؟ نبا. حضرتك ربة بيت لما موظفة؟ أنا محامية. محامية؟ دير بالكم ترى كنا نطلب على جوا. وانت يعني مدرسة؟ مدرسة. ام رائد موظفة بالوقف. بالوقف؟ اي نعم. سني الوقف؟ سني. الله. وانت يعني استاذ؟ طالب دراسات عليا ماجستير. طالب؟ اي نعم. زين. حجية بالوقف يا ناس علموها، حجية بالوقف يا ناس علموها، حجية بالوقف يا ناس علموها، حجية بالوقف يا ناس علموها. ام رائد الغالية، احنا في ايام رمضان الكريم. ان شاء الله. وان شاء الله بغداد تفوت رمضان كل جميل. ان شاء الله. اي والله. الاكلات اللي تحبيها في رمضان حجية. والله هي الشوربة مال العدس. نعم. اهم شيء. ايه. والتمن احمر. نعم. والتبسي مال الدجاج. زين. والدولمة والبرياني. زين. ام رائد هاي بالفطور تسوون؟ ايه. هذا زين بالسحور. البسحور. ايه. البسحور مثلا اكو جماعة يعني بعضهم جبن وشاي وحليب وهاي الشغلات. إيه بس خفيف لان ايه ينامون. ايه. لا والله اكو جماعه مثل ريام ورائد يردون جمن ومرقه. حلو 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 حلو. اي من هاي الشغلات. الله يديمك. الله يديمك. زين اسال المحاميه. نعم. في ايام رمضان الاكلات تحبيها؟ والله الاكلات اللي احبها يعني هي الاكلات نفس ما قالت ماما، يعني دولمه، برياني، زي. تبسي، شوربه. يعني شو تحب الحجيه انت مدخل فيها؟ اكيد اكيد. يعني ما تقولي على سويتي هل تغير شيء؟ مو لها مو؟ لا لا عادي. ودي نام عيني. انا كل الاكلات عادي ما عندي اعتراض. زين. وانت حبيبتي؟ انا كلها نفس الخبز. يعني ويا الحجيه؟ زين. وانت استاذ العزيز؟ انا ويا الحجيه هي البركه بيها. اه اي والله. حجيتي بغداديه اصيله. اي الحمد لله من باب الشيخ. الله الله. اسمع يا بنت. اسمع. نعم. اغنيه بغداديه قديمه تحبين تغنيها انت لو احنا؟ اغنيه بغداديه. ايه. بس يا غير انتم مربعات ان شاء الله. لا انت يعني تحبين اغاني قديمه مال لميعة واحلام مهبيه. مربعات ماكو؟ لا اكو مربعات جديدين. ايه. يا مربع حسين تعال هني. ايه. ام رائد باب الشيخ. ايه. لان باب الشيخ اخواني منطقه اصيله وجميله وخيره القراء مربع من هناك. حسين هني لام رائد مربع. اهلا وسهلا يا مرحبا. طير كرخي للرصاف ايش جابه؟ طير كرخي للرصاف جابه، طير كرخي للرصاف جابه، طير كرخي للرصاف جابه، طير كرخي للرصاف جابه.
جابر طير كرخي ولين رصافي جابر طير كرخي ولين رصافي جابر يا للطير كرخي ولين رصافي جابر ام رائد من باب الشيخ فاضل رشيد اي نعم العملاق الجبل والله هو مؤسس المربع البغدادي فاضل رشيد صحيح من منطقة ذيشة نعم عدنان عباس صحيح من باب الشيخ جاسم الشيخ لي قاسم الجنابي زين المحامية الغالية ايش نعم تتمنين للعراق في هذا الظرف؟ والله اتمنى يعني تنزال هاي الغمة عن هاي الأمة نعم واتمنى يا رب يتحقق الأمان واتمنى يعني يحل يعني التماسك بين أبناء الشعب نعم واتمنى يعني إن شاء الله يا رب يعم الأمن والسلام إن شاء الله عين اليوم ايش تتمنين؟ السلام إن شاء الله والأمان الله يديمك ام رائد يا غاليه والله اتمنى ان شاء الله رمضان القادم ما اريد اشوف لا مهجرين الله ولا نازحين ولا هاي ولا عبوه ولا مفخخات ولا مفخخات ولا كونكريتيات والله كل شيء خلي ماكو كهرباء او خلي ماكو مي بس المهم الامان الناس تعيش نعم الامان نعم وهاي المهجرين ما نريد نشوف ولا النازحين ولا هاي المعاناه اللي نشوفها احنا صعب يعني صعب ان شاء الله ان شاء الله يا ربي بجاه هذا هسه رمضان المبارك ان شاء الله يعم السلام بجميع محافظات العراق من الشمال للجنوب ان شاء الله زين نسال الطالب شو يقول اي نعم انا اتمنى الامن والامان لجميع يعني اطياف الشعب ان شاء الله وجميع العراق ان شاء الله ان شاء الله ام رائد عين وصلنا الحزوره اي نعم نسال المحاميه اللي عرفتوها تاخذون جائزه ان شاء الله واللي ما عرفتوها تاخذون هذا خلص شيء شيله باليمنى وما شيله باليسرى شيله باليمنى وما شيله باليسرى شيله باليمنى وما شيله باليسرى شيله باليمنى باليسرى لا ما شيله باليسرى او شيء موجود باليمنى ما موجود باليسرى نعم لا القرآن الكريم لا شيله باليمنى من شيله باليسرى الحلف القسم لا القرآن الكريم لا لا ما عرفوا ما تعرفون شو لهم يا شو لهم منهم نعتذر ما عرفوا ويانا منهم نعتذر ما عرفوا ويانا منهم نعتذر ما عرفوا ويانا منهم نعتذر ام رائد شو تقولي الى قناه سامره نعم مو القهوه لا شو تقولي الى قناه سامره والله قناه كلش قناه يعني احنا دائما نتابعها برامجها حلوه وترفيهيه وثقافيه وسياسيه واخبارها كلش حلوه يعني وزينه وموثوق من عندها ان شاء الله اريدها اكثر نجاح واكثر يعني ان شاء الله تالق وان شاء الله الله يوفق الجميع شكرا ام رائد شكرا اخواني ام رائد ما جاوبت فاصل ونرجع لكم تابعونا السلام عليكم. عليكم السلام. شلون صحة؟ أهلا وسهلا. أم حضرتك؟ أم ياسين. أم ياسين، أستاذ العزيز. أبو ياسين. ياسين؟ أبو ياسين. أبو ياسين أم ياسين. أستاذي. أبو سالار. خلي يمك. والأخت. أبو سالار. أم سالار. أم سالار أم ياسين. زين، نبدي بك أبو سالار. أيني. من حضرتك أنت؟ أنا من سكنة الغدير. اسكندرية؟ لا الغدير الغدير. 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 يعني نفس المنطقة. نفس المنطقة. وبيت أبو ياسين. الغدير. زين، حسين. حسين حسين ايه يا جماعة من الغدير شو نقول لهم؟ عين جماعة من الغدير من بغداد اهلا وسهلا يا مرحبا من زيونة يعني ها يا الغدير حلو عزيزة شارك ويانا غدير العزيزة شارك ويانا غدير العزيزة الغدير شارك ويانا غدير العزيزة شارك ويانا غدير العزيزة شارك ويانا مدير العزيز شارك ويانا أم ياسين يعني أنتي بغدادية أصيلة إن شاء الله في رمضان الأكلات اللي تحبوها والله هو شيء أكيد أول واحد ما يفطر على التمر واللبن وبعدين الشوربة وتبدي البرياني التمن الأحمر تشري الدجاج نسوي المقبلات زين بالسحور شو يسوون والله بالسحور يعني كل من يحب اكله ناس تحب اقله ودهن ناس تحب رقي نعم نسوي يعني ننوع بالاشياء ياسين الزنبيل دخل عيني نعم 15 شو تحب الاكلات الرمضانيه
والله اكثر شيء نحبه المطبق. نعم. وتمن الاحمر والتاتشينه، الاكلات الغاليه حلوه، الدولمه مرات نسوي او يعني سمك يعني. هاي بالفطور. نعم. اللبن بالفطور. اي بالفطور طبعا. اللبن والشوربه اكيد هذا شيء عادي بالبدايه طبعا اكيد. من سالك الاكل الحجيه لو زوجتك؟ لا اكيد زوجتي والحجيه هماتين اكثر شيء يعني. الله خليها طبعا. زين استاذ العزيز ابو ياسين. نعم. اغنيه بغداديه تحبها على قلبك مطبوعه لحد الان؟ اغاني الطير كرخي كلش تعجبني يعني. زين. اغاني القديمه المطربين قدامه يعني تحب؟ المطربين ياس خضر، البنفسجي خبل عنده. وبعد واحب حميد منصور. نعم. احب سعد بن جابر. نعم. سعد الحلي ابو خالد يعني على راسي الله يرحمه. الله الله يعني سعد ناظر اصيل. راح اسمعك اغنيه مهداه لك. يا ريت. يلا سعد الحلي يابا. يلا. وفارس مكب عيني من الصبال اليوم. لا 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 لا. وضيوفك ضيوفي بصح. لا 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 فارس مكب عيني من الصبال اليوم. ولايا ولايا بسين ولانا ولانا وطيوفك طيوف بصحوتي والنوم. I'm a